المذيعين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على منتخب الفنانين الأردنيين وبأربعة أهداف مقابل ثلاثة. ولعل أكثر ما أثار الانتباه في هذه المباراة التاريخية فعلا ذلك الحضور الجماهيري الحاشد الذي فاق كل التوقعات، حيث اندفع إلى استاد عمان الدولي أكثر من 50,000 مواطن، نعم أكثر من 50,000 مواطن للاستمتاع بمشاهد من هذه المباراة التي لم تخلو من الطرافة ومن الفقرات الضاحكة. رصد رائع هذه المباراة لدعم صندوق رابطة الفنانين الأردنيين، وقد نجح بالفعل القسم الرياضي في التلفزيون في حشد هذا الجمهور الكبير وفي دعم صندوق رابطة الفنانين الأردنيين، ونأمل أن تقام هذه المباراة بشكل سنوي ولعلها بالفعل فكرة رائعة. ندعكم إذن مع هذه المشاهد الطريفة والمثيرة في ذات الوقت من مباراة الفنانين والمذيعين. نلاحظ مرزوق وسمعة يحاولان الدفاع عن مرمى الفنانين. وأمام هذا الحشد الجماهيري التاريخي والكبير سلم المهندس راضي ألخص مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الكويس والمدادات للاعبي الفنانين والمذيعين، وها هو مسح جازين سمعة يبدو وكأنه يبكي حسرة على خسارة فريقه فريق الفنانين أمام منتخب المذيعين.